أنا دايماً بستغفر ربنا، بقول إن طريقة الاستغفار لازم تكون مستحضرة الذنب، أو يعني مش عادي ببقك استغفر الله استغفر الله، اللي هو استغفر الله تقولها بس كده، لازم تكون مستحضرة الذنب. هل ده صح ولا غلط؟ هو في الحقيقة أنا شايف إن ده يعني ليس هو السلوك الصحيح. هو يجب على المسلم أن يكثر من الاستغفار مطلقاً، سواء عن ذنب أو عن غير ذنب. السيدة عائشة رضي الله عنها رأت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقيم الليل حتى تتورم قدماه، يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقف يصلي قيام ليل كل يوم لغاية ما رجليه تورم من كتر الوقفة. فالسيدة عائشة أشفقت عليه وقالت: يا رسول الله، ألا زلت تقيم الليل حتى تتورم قدماك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ المعنى هنا إيه؟ الاستغفار ده نوع من أنواع شكر الله على نعمته، نوع من أنواع الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. لا ثانية واحدة يا دكتور محمد، يعني الاستغفار هنا مش معناه اللي أنا عاملة ذنب ولا أنا لازم أتوب عن الذنب ده واستغفر ربنا، ده ممكن يكون الاستغفار بمعنى الشكر والحمد. نعم، الاستغفار ذكر لله، الاستغفار شكر لله، الاستغفار طلب المغفرة من الله، طلب الرفعة من الله ولو من غير ذنب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للسيدة عائشة: أفلا أكون عبدا شكورا؟ أنا بقيم الليل حتى تتورم قدمي شكرا لله. دي بتقول له قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ما فيش حاجة خلاص، لا ذنب قبل ولا ذنب بعد. وهو يقول لها: لا، ده أنا هذا شكر لله سبحانه وتعالى على نعمه. حتى الإمام البصري ينظم هذا المعنى ويقول في البردة: ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي، وشد من صغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم. يعني شد من الجوع، كان يحط الحجر على بطنه وكذا. وشد من صغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مطرف الأدم، وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي. المقصود، المعنى اللي حضرتك بتقوليه أنا أراه ليس هو المعنى المرضي. الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه يغفر الذنوب جميعا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لولا أنكم تذنبون فتستغفرون فيغفر الله لكم لذهب الله بكم، وأتى بقوم غيركم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. معنى أن العبد يقعد يشخص قدامه ذنوبه ومعاصيه عشان تكون دافع له لمزيد من الاستغفار، ده معنى مش إيجابي. المعنى الإيجابي أنه يستغفر ربنا سبحانه وتعالى طلبا في محو الذنوب مطلقا، وطلبا في رفعة الدرجات عنده يوم القيامة. يعني مش لازم أفتكر الذنب، مش زي لازم. ما السائلة الكريمة بتقول لفضيلتك أن أستحضر الذنب عشان الاستغفار يقبل. لا مش لازم ولا حاجة، ما فيش حاجة في الشريعة عندنا بتقول لنا استحضروا الذنب وانتوا بتستغفروا عشان تمعنوا في الاستغفار. أبدا، بالعكس، ده ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. والعلماء يقولوا إنه آيات القرآن الكريم تحض على إنه الإنسان لا ييأس من رحمة الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى دايما يأمرنا بأن لا نيأس من رحمته، لا نقنط من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. سيدنا آدم لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في القرآن قصته وقال: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وربنا يقول: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن مغفرة الله سبحانه وتعالى قريبة، ولا ينبغي للعبد أن يستصعب المغفرة ولا أن يستحضر الذنب من أجل حصول المغفرة. كل ذلك ليس مأمورا به شرعا.